السلام عليكم أعضاء طلبة قسم التمييز، الدراسة الصباحي والمسائي. حكينا بالمحاضرة السابقة عن الأطراف السفلى، وقلنا هي الحوض وعظم الفخذ اللي هو الفيمر، وراح نكمل هنا التيبيا والفابيولا، القصبة والشظية. زين، أحد بعظم الفابيولا، العظمة اللي نقصد به هندني الموجودات بالقدم. من الواضح أنه هذا العظم الكبير اللي هو التيبيا، أنه هو ميديال للداخل، وهذا لاترال للخارج. زين، هذا عليه اسناد الجسم، وهذا الاخضر الصغير يسوي يسند العظم اللي يمه اللي هو الاصفر، نفس الطول تقريبا. هاي هنا نتحسسها برجلنا، هسه احكي عليها اسمها المطرقه، نتحسسها هسه اي واحد يقدر يحط ايده على رجله يتحسس. عموما راح ابدا بهذا العظم اللي هو الفابيولا باللون الاخضر. زين، الفابيولا is long and thin and lateral bone، هو عظم طويل، thin نحيف صحيح، ولاترال للخارج مالت الرجل. وين؟ باللور لم. زين، ايت اقصد عليه هو رانز بارارل، يكون بشكل موازي للعظم اللي تيبيا اللي هو عظم القصبة اليمة صحيح. التيبيا الى اسمين نسميه شين بون، مرات شاين بون عفوا. اند بلاي اقصد على هذا العظم ا سيجنيفيكانت رول، دور عظيم ان ستابلايزيشن ستابلايزينج العفو انكل، في ثبات شنو، وين ثبات يا مفصل الانكل الكاحل. زين، كومبارت تو ذا تيبيا، من قارنة بالعظم اليمني اللي هو التيبيا باللون الاصفر، ذا فابيولا از اباوت ذا سيم لينث، نفس الطول صحيح، بات كونسيدرابلي بي ثينر، بس هو تقريبا شويه انحف. خوش، ليش؟ خلينا نجي نشوف التعليل هنا، خاف اجيب لكم تعليل. ذا ديفرنس ان ثيكنس، الاختلاف بالسمك، كورسبوندينج تو ذا فيرينج رول، كل من حسب دوره. زين، يعني طبقا المن للاختلاف very rules of the two bones للعظمين. The tibia bear the body weight، عظم التيبيا ذا نجي للصورة هنا يحمل وزن الجسم، هذا وزن الجسم من نازل هذا. زين، الفابيولا اللي هو هذا الثاني شبيه from the knee، يقول يحمل وزن الجسم من الني، من الني إلى الأنكل، من المفصل الركبة إلى مفصل الكاحل. وايل بينما الفابيولا ميرلي فانكشن، وظيفته تقريبا شنو هي؟ سبورت ذا تيبيا، اسناد العظم. هذا هو فابيولا يسند العظم هذا الاصفر اللي هو يم. خاف اجيب تعليل مو تقولون يابا ليش يابا ذني يختلفن بالوظائف، بالعفو بالاحجام. زين، ات ذا فابيولا بروكزمال اند، بناحيه البروكزمال، وين ناحيه البروكزمال؟ هاي الناحيه البروكزمال، قلنا إذا بالطول نقول هاي بروكزمور هاي دستان. بناحية تشبيه سقب الله أشوف الشرح بمثل الدويرة سهرنا مثل الانتفاخ، أكيد هنا رأس العظم وهذا البودي وهذا نهاية العظم. زين، just below the knee، مباشرة تحت مفصل الركبة، is slightly rounded enlargement، يقول لك بي تضخم enlargement مدور، شنو هو؟ يعرف باسم الهيد، ما يراد لهاي روح القاضي، كل شيء بالبداية نقول عليه الهيد رأس العظم، هذا محذوف باللون الأصفر. Upon reaching the ankle، حد ما يوصل للكاحل لجوه مفصل الكاحل، the fabula swells، يصير بانتفاخ، into a bony knob noun، مثل الارتفاع نقول عليه نوب، التي برجلك تقدر تتحسس حاليا. زين، نسميها هو العظم ميديا لاترال، لاترال هو العظم، إذن الشاح نسميها lateral malleolus، المطرقة الخارجية. which can be felt can be seen العفو and felt ممكن تشوفها وتتحسسها from the outside of the انت هسه وانت قاعد تشوف المحاضرة تقدر تتحسسها من الخارج. زين، اللي هي هاي اياها، هاي واحدة منها واحدة منها، هاي بالرجل تقدر تتحسسها مثل الارتفاع برجلك، هاي اللاترال ميلولس، وهاي الثانية من اشرح التيبي حتكون شنو؟ ميديال ميلولس. زين، هذا حذف، ترى واحد افتلكم بهاي المحاضرة. زين، التيبيا عظم القصبة، sometimes نسميه يعرف باسم shine bone. زين، إلى اسمين ترى، is the larger and stronger of the two، يقول لك مقارنة بصديقه هو الأكبر والأقوى باللور ليك بالأطراف السفلى. it form، هو يكون knee joint، هو يكون مفصل الركبة. أجي أنا، وين هو هذا العظم الأصفر؟ وين مفصل الركبة؟ ويا من؟ وي الباتلة، وي الفيمار. زين، هذا ما داخل العظم الأخضر.
وياهم شوفوا with the femur مع عظم الفخذ the ankle joint. زين وبعد شي يكون لنا ويكون لنا مفصل الكاحل ويامن ويا الفابيولا antarsus وين الفابيولا هسه كون لنا هنا مفصل قلنا هذا الاخضر شوفوه ما داخل بالمفصل هواي طلع بجيهم بالصح وغلط يقول لك والله داخل ما داخل ما ملامس بعد يقول لك يكون مفصل الكاحل هذا مفصل الكاحل ويامن ويا العظام الجواسم هن تارزل ذن اسمهن زين the support الاسناد and movement of the tibia اللي هو هذا العظم عظم القصبين is essential to many activity هو مسؤول عن many activity عدة فعاليات performed by the leg اللي يقول لك تنجز بواسطة القدم مثل ايش الفعاليات standing الوقوف walking running المشي زين jumping القفز بعد ويسند وزن الجسم supporting body weight زين the tibia is located in the lower leg medial بالجهة الداخلية medial to the fibula شوف ميديال لو لاترال هذا الخط منصف الجسم من نايمر وهمي هذا العظم قريب ميديال وهذا العظم بعيد وعليه لاترال هاي منتهين منها سابقا distal to the femur and proximal to the talus of the foot هذا بس موقعه زين the proximal end النهاية القريبة is roughly flat تكون flat مسطحة with a smooth concave medial and lateral condyle هاي حكيتها بذيك المحاضرة قلت العظم اللي قبله بمثل الرأسين سميناها الميديال كوندايل أو هذا هم راح يقابله ميديال كوندايل ولاترال كوندايل مثل الشعبة هذيك هناك مثل الرأسين المدورات هاي مثل الحفرتين يتمفصل بيها زين فور في كون الدني كون الني جوينت مفصل الركبة with the femur زين between the condyle بين ذني الحفرتين condyle اكو intercondyle region مثل ما شرحت بالفيمور هناك اذا يشبيها condyle condyle و intercondyle هاي نفس الشيء which include هاي شبيها بين ذني الحفرتين اكو مثل spine tibia مثل العظم الصغيروني tibia spine which provides attachment يعني يوفر لنا منطقة تمسك يعني خشنا حتى يتمسك المفصل خما انا امشي بالشارع يفلت المفصل مني زين ضل بلا مفصل just below the condyle مشينا بالعظم هذا هنا اثنيناتها اكو هنا مثل السباين صغيرون مثل النتو الجوة اللي هنا راح ننزل نشرح in the anterior surface بالجزء الانتيرير الامامي شبيه هاي هنا هنا بالضبط هنا امام بينه اكو مثل الارتفاع نسميها tuberosity وين راحت tibial tuberosity هاي منطقة خشنة تتمسك بها العضلات a major bony ridge يعني خشونة مثل ما تقول that provide توفر أو attachment منطقة تمسك point نقطة تمسك المن للباتلة زين وللأربطة on the medial side of the tibia بالجهة القريبة للتيبيا form rounded bony هاي من نزل الجو عساها كلها بعد لغيت الشرح العفو وينه هذا قبل بس شرحنا هاي قلنا بيها كوندايل كوندايل وانت كوندايل نزلنا قلنا هنا بيها مثل الخشونة موجودة هذا البودي نزلنا هنا شبيها اذا منا اكو مطرقة اقدر اتحسس منا اكو مطرقة ثانية اقدر اتحسسها شنية on the medial side بالجهة الميديال of the tibia زين Prominence نتو noun يعرف as a medial malleolus المطرقة الجهة القريبة the medial malleolus from the medial side of the ankle يقول لك هي هاي تكون الجانب الداخلي اللي مفصل الكاحل ويامن with the talus and foot وش بيها it can be easily located ممكن انت بسرعة تحدد موقعها by palpation بالتحسس on the skin in the right هاي الموجودة برجلك مثل الارتفاع واحدة للداخل واحدة للخارج زين وصلنا العظام التارزول هناك تذكرون بالأطراف العليا كاربل ذني عظام هنا ذني شوفهم باللون الطوخ ذني عددهن سبعة تارزول بون خلنا نعلمكم شلون تحسبوهن مثل ما علمتكم على ذني شيء الأول شيء the tarsals عظام الكاحل are a group of seven small bones سبعة عظام خوش واحد منهن the talus bone
عظم الكاحل نسميه احنا، اور انكل بون يسمونه، is connected superiorly، يقول لك يتصل للاعلى يصعد to the two bones، يا هن جايات من الاعلى of the leg والتيبيا والفابيولا، ويكون مفصل الكاحل. خلينا نشوفه وينه، شوف الصور لين الصور، هذه مقطع جانبي، هذه التلس، هذا شوفوه، هذا مشرع التلس، شوف وين صاعد لفوق، وين العظمين ذني شاعد تيبيا والفابيولا متصل بيهن، ومطينا مفصل اسمه مفصل الانكل جوينت، مفصل الكاحل. زين اكو واحد اللي جوه هذا كالكينيوس، او تقدر اعطيكم اسم سهل الى خاف صعبه، هاي اسمه الهيل، اتش دبل اي ال، مو هيل هيل جحيم، هيل الكعب، هذا عظم الكعب. زين هسه هذا اول عظم، ذا كالكينيوس العظم الكعب هذا حكيت عني، او الهيل تقدر تكتب هيل اسهل لك بالامتحان. سبي ذا لارجست بون، اكبر عظم، اجي اشوفه بالصوره صدق لو كذب، يا بهذه هذا واحد لفوق تلس، وذاك اكبر عظم صاير جوه، هذه بهاي الجهه صوره جانبيه اكبر عظم صحيح. بس خلصنا واحد، واحد لفوق متصل سمينا تلس عظم الكاحل، وثاني سمينا الكعب. نكمل ذا كيوبويد العظم المكعب، خلنا ندور من هو العظم، اكو واحد شكله مكعب، شوفوا العظمه هذه، العظم المكعب كيوبويد، وين تقول تفوق الاصبع الزغيروني، انا قاعد اشرح بالذن العظام. زين اجل هذا هسه هذا من اسمه مكعب، هذا صاير مثل الزورق، شو اسميه؟ خلنا نسميه الزورقي. زين نابيكولار العظم الزورقي اللي هو هذا شرحته، ايش بقى عندي؟ شوفوا بقى عندي ثلاث عظام صايرات سويه، هذني اياهن، هذني واحد اثنين ثلاثه، شلون تعرف من واحد فوق الاصبع الكبير واليمه واليمه، واحد اثنين ثلاثه، هذني راح اسميه العظام المسماريه الثلاثه. زين هذني 3، تقدر الامتحان تقول لي 3 كونيفورم بون، العظام المسماريه الثلاثه ذني اياهن 3 كونيفورم بونز، بس اللي بانه صايرات واحد قريب نقول عليه ميديال، والبعيد نقول عليه لاترال على الخط، وبالنص نقول عليه انترميديت كونيفورم. هذا زين خاف نجيبهم فراغات، او تقدر بالتعداد تقول لي لا 3 كونيفورم بون. هواي طلاب يسالون على اسئله، دائما يجيكم سؤال تعداد، عدد التارزل بون مثلا، الشطور ياخذ عليه 20 من 20 وامتحان فاينل، هذا قل لي شو تقول لي طبعا شلون تعدد، وتكتب لي هاي كلها. دائما انا بالساهل ويا الطلاب، بس ايدي الطالب، ايدي الطالب الذكي، تكتب لي تلس، شوف شو راح اجاوب عن تلس، بس هاي الكلمه كيوبويد نبي كيولر. زين 3 كونيفورم صار 7، تاخذ 20 من 20، حتى لو عندك خطا بسيط بالسبيل نعطيك 20 من 20. زين ودائما سؤال تعداد، يعني شوفوا طلاب هذني هن العظام عدد هنا، تخليك شطور تقول ياها بالمكعب، قال لنا استاذ على الاصبع الزغيروني هذه المكعب 7، اروح 7 كيوبويد صحيح العظم مكعب، وذني 3 كونيفورم بون ذني اياهن واحدين من ثاني، هذا على شكل زورق رقم 3 قدام العظام المسماريه، انت اسمه نبي كيلو زورقي هذه، وعاشه وعيش سعيد، يعني ما يراد لك تنخبص بيهن. زين بالاطراف العليا عندنا كاربل ميتا كاربل، هناش عندنا تارزل، اذا وراها شنو ميتا تارزل، عظام مشطل القدم، شبيهن خمسه ذن ثابتات فوق خمسه وجوا خمسه، شبيهن ذني سلندريكال عظام اسطوانيه دفوت، they are 5 هن خمسه ميتا تارزل، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، منين تبدي؟ هناك منين بدينا؟ منين بدينا؟ تبدي من الاصبع الكبير، شوفوا مرقم لكم انا بهاي الصوره، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، لان الفيديو راح يبقى يمكم انتم، مو تحسب لي منا بالامتحان، اشر لك انا يجوز يجيك سؤال صوره، اشر لك بس على هذا، تقول لي هذا الخامس يجيك الزيرو، هذا رقم واحد تحسب من الاصبع الكبير، الابهام الكبير واسمه توي، ذاك اسمه الثامب واسمه توي. زين خلصنا، هاي اختصرت اهم لكم، حذفت منها بدون اصفر. فلنجيز السلاميات، كل اصبع كم سلاميه بي؟ شو تقولون؟ كل اصبع بي ثلاثه ما عدا الاصبع هذا، الاصبع الكبير قد بي؟ طبعا هذا انت شلون تحسبهن حتى لا تتوهم انه هاي سلاميه ولا، تقول ذني تارزل اللي وراها بعظم شنو؟ ميتا تارزل، اذا خمسه ميتا تارزل، اذا منا تقول ذني فلنجيز بي اثنين، وحده اثنين بروكزمال وديستال فلنجيز، هذا بي ثلاثه وهذا بي ثلاثه وهذا بي ثلاثه وهذا بي ثلاثه، اي واحد ناخذه ناخذ هذا بروكزمال، والاخيره ديستال، والبالنص ميدل تقول عليها، نرجع للشرح. The phalanges near to the body القريبة للجسم نسميها proximal، والبنص نسميها middle، والبعيدة distal.
وعاش وعيش سعيد. اختصرتها كلش المحاضرة بعد ما أقدر أحذف منها، بس للتوضيح ذني قلت لكم وين ذني ما شرحت ذاك اسمه، هذا هاي داخله باستعداد زين، وهن ذني اعتبروهن هاي اعتبروهن هديه ما داخله، اعطين كلش صعبات عليكم. اتفقنا؟ انا ما احضرهن بالاصفر لان انا يجوز دفع وراكم او غيره، انا ادخلهن ذني، بس انتم لين ما حاضرين عملي وهاي صعبه عليكم، هذني حذفتهن نقاط 3 نقاط. تمنياتي لكم بالتوفيق، وراح انزل لكم اسئله ان شاء الله مشابهه للاسئله مال الفاينل حتى تتعلمون عليها.